السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب. في أول محاضرة من محاضرات من هذا الفصل في مادة الكمبيوتر أبليكيشنز فور ميكاترونكس. أنا المهندس أسامة، وإن شاء الله بهذا الفصل راح أكون معكم بتغطية مادة الماتلاب أو الكمبيوتر أبليكيشنز. زي ما حكيت لكم باللاب انستركشنز راح ننزل محاضرة مصورة كل أسبوع، على الأغلب راح أنزل محاضرة كل يوم أربعة. فأتمنى من الكل إنه يتابع المحاضرات أول بأول، ما تخلي المادة تتراكم عليك. وطبعا في البداية بنحكي لكم أهلا وسهلا في المادة، وإن شاء الله تكون فصل خير عليكم وتستفيدوا من المواد اللي منزلينها وتجيبوا العلامات اللي بدكم إياها. إن شاء الله مادة الماتلاب من المواد الأساسية عندنا في التخصص، برنامج كتير مهم في الهندسة، كتير مهم بالتخصص عندنا، كتير بنستخدمه في المواد، راح يمر معنا تقريبا في كل مادة. ضروري جدا إن نفهم مادة الماتلاب، نتمكن منها ونقدر نتعامل مع هذا السوفت وير ونصير فليكسبل، نتعامل معه بكل سهولة عشان نقدر نوصل لمراحل متقدمة في البرنامج تخدمنا في مشاريع تخرجنا، تخدمنا في المواد اللي راح ناخدها. إن شاء الله تكون فصل خير، إن شاء الله تستفيدوا من المادة، وراح أحاول إن شاء الله بقدر الإمكان إنه أفيدكم من خلال الشرح والتوضيح. في البداية طبعاً أتمنى من الكل إنه ينزل البرنامج ويقرأ اللاب انستركشنز. انا نزلت على الايدرنج ونزلت على جروب الفيسبوك انستركشنز، اتمنى من الكل انه يقراها. تواصلنا مع بعض راح يكون من خلال الجهه الرسميه هي الايدرنج، كل شيء راح انزله على الايدرنج. في عنا جروب الفيسبوك لسهوله التواصل، بالتاكيد اي اعلان راح انزله، اي محاضره بتنزل راح احط اللينك على جروب الفيسبوك كمان. اتمنى من الكل يقرا الانستركشنز. الانستركشنز فيها التعليمات الأساسية لللاب أو للمادة، فضروري الكل أنه يقرأها ويفهم المطلوب منه وإيش طبيعة المادة وكيف حيتم يتم التواصل. طريقة التواصل معي شباب هي من خلال الإيميل mycourses.uj@gmail.com، موجود في PDF اسمه instructions. تقدر تتواصل معي على هذا الإيميل، تبعث لي أي سؤال أي استفسار أي شيء مش فاهمه في المادة، تواصل معي، تقدر تزورني في المكتب، تنسق معي وتزورني هون وأنا بفهمك أي شيء بدك إياه. بالنسبة للبرنامج، ضروري الكل ينزل البرنامج عنده على الجهاز، تمام؟ البرنامج بده ممارسة، لازم كل أسبوع كل محاضرة بتاخدها تجربها، تشتغل بإيدك على الماتلاب عشان تقدر لأن الممارسة بتعلمك صح. ما بصير بس نقرأ القراءة، ما بصير بس نسمع للفيديو، لا، لازم نمارس بإيدنا عشان نتمكن من البرنامج. لازم الطريقة الصح لتعلم الماتلاب إنه يطلع معك إيرورز، يطلع معك أخطاء تقدر تعالجها إيرور على إيرور، كل مرة تستفيد أكتر، كل مرة بتقدر تطور حالك وتتقدم أكتر في البرنامج. فأنا حطيت لكم لينك على الإيلرنينج، بتقدر من خلاله توصل للبرنامج، لنسخة من برنامج ماتلاب 2015، نزلها عندك و تقدر تنزل السوفت وير. برضه نزلت لكم جايد عن طريقه تحميل البرنامج، طريقه الانستوليشن تبع البرنامج. فضروري من الكل ينزل البرنامج خلال هذا الاسبوع عشان نقدر كل محاضره يشتغل على البرنامج ويتمكن اكثر من السوفت وير، تمام؟ طبعا بهذا الفيديو راح احكي مقدمه عن البرنامج، ليش بنستخدمه، ليش الماتلاب، شو هو الماتلاب اصلا، ونحاول إن شاء الله إنه نعرف مع إيش راح نتعامل خلال هذا الفصل. طيب، الماتلاب هو سوفت وير، برنامج، لكن طبيعته مختلفة عن البرامج الثانية، طبيعته مختلفة عن برنامج السي بلس بلس، طبيعته مختلفة عن برنامج جافا، طبيعته مختلفة عن عن السوفت ويرز أو بروجرامينج سوفت ويرز إلنا اللي احنا درسناهم قبل هيك او اللي انتم تعاملتوا معهم، زي مثلا سي بلس بلس في الماده اللي اخذتوها قبل. له طبيعه مختلفه الماتلاب، تمام؟ هاي الشيء اللي بيميزه هو اللي بخلينا احنا كانجينيرز، احنا كسبيشالي الكتريكال او ميكانيكال او ميكاترونكس انجينيرنج، ان نتعامل مع هذا السوفت وير. ومش بس كمان في الهندسه، لا، كمان في الساينس في ناس كثير بتحب الماتلاب وبتحب تتعامل معه، لانه في ادفانتجز، في ميزات معينه بتميزه عن بقية لغات البرمجة الأخرى. أوكي؟ هدفنا من هذا الفيديو ندخل على
إيش هاي الأشياء اللي بتميز الماتلاب؟ نعرفها عشان نقدر نميز الماتلاب عن الأشياء التانية، عشان نفهم ليش إحنا بنحب الماتلاب، وليش الماتلاب بنحكي عنه مادة أساسية عندنا في الهندسة ومادة أساسية عندنا في التخصص. تمام؟ السوفت وير هذا مسؤولة عنه شركة اسمها ماثوركس، شركة اسمها ماثوركس. هذا اللينك تبعها بتقدر تفوت على جوجل على الإنترنت، تكتب ماثوركس بيطلع لك الصفحة الرئيسية تبعتهم. هي هاي الشركة المنتجة لهذا السوفت وير، شركة انبنت في 86 وبلشت كل سنة تطلع لنا فيرجن من الماتلاب، ماتلاب 2011، ماتلاب 2012، اللي وصلنا ماتلاب 2019، ماتلاب 2020، فكل سنة بتعطينا فيرجن من السوفت وير اللي اسمه ماتلاب. فالماث ووركس هي الشركة المنتجة لسوفت وير الماتلاب، شركة مسؤولة انها كل سنة تعطينا ابديتس على هذا البرنامج، كل سنة تضيف تولز جديدة على البرنامج، وكل سنة تطور أكثر وأكثر على هذا البرنامج. تمام؟ طبعا الماث ووركس بتقدر تعطيك تريال فيرجنز، بتقدر لو أنت هلا مش قادر توصل للماتلاب بتقدر من نفس موقع الشركة تنزل تريال فيرجن. أوكي؟ بتقدر أي استفسار تحطه على الكوميونيتي تبع الماث ووركس، في ناس بتسأل وناس بتجاوب. لو عندك انت استفسار معين بخصوص الماتلاب تقدر الشركه نفسها مرات بتجاوبك، الكوميونتي ممبرز الموجودين في داخل هذا الموقع بيقدروا يجاوبوك على اي استفسار. تقدر انت كمان تعمل اكونت على هاي موقع الشركه، اكونت خاص فيك، تقدر تعمل ابلود ل بروجرامز انت كتبتها في هذا السوفت وير او فانكشنز معين انت حابب الناس تستفيد منها. تقدر تعمل ابلود ل بروجرام معين، كود معين انت كتبته بيخدم شغله معينه مثلا، فانت حابب الناس تستفيد منه وحابب الناس تستخدمه، فتقدر تعمل ابلود لهذا الكود على الكوميونتي اللي متوقع في الخاصه بالشركه من خلال البروفايل او الاكونت الخاص. تمام؟ الشركه طلعت سوري بال 84. تمام؟ بحكوا لنا طبعا هذا من موقع الشركه بيحكوا عن اباوت ماثوركس. بيحكوا لنا انه الناس اللي اشتغلت على هذا السوفت وير واللي انتجت الشركه واللي عملت فكره الماتلاب، اوكي، زي حطوا خبرتهم تمام في الماثماتكس وفي الانجينيرنج وفي الساينس وفي الكمبيوتر عشان يطوروا لنا هذا السوفت وير اللي اسمه ماتلاب. تمام؟ فهم ناس خبراء عندهم خبره في الماثماتكس، في الانجينيرنج، في الساينس، في الكمبيوتر ساينس، دمجوا هاي الاشياء، دمجوا هاي الخبره عشان يطلعوا لنا هذا السوفت وير اللي اسمه الماتلاب. اوكي؟ طيب ليش بنحكي ماثماتكس؟ ليش بنحكي انجينيرنج؟ لانه الماتلاب برنامج فعليا مخصص لهدول الناس، لهدول الناس اللي بيشتغلوا بالساينس، الناس اللي بتشتغل في الماثماتكس، الناس اللي بتشتغل في الانجينيرنج. لانه زي ما حكيت في البدايه انه الماتلاب فيه ادفانتجز، في تولز معينه بتميزه عن بقيه السوفت ويرز وبتخليه مش بس برنامج هو مخصص للبروجرامينج زي سي بلس بلس، البروجرامينج لانجوج، جافا بروجرامينج لانجوج. الماتلاب بقدر استفيد منه كبروجرامينج لانجوج، لكن في كثير اشياء بتميز الماتلاب وبتخليه سوفت وير جد اتراكتيف، بجذب الناس اللي بتشتغل في الماثماتكس، الناس اللي بتشتغل في الانجينيرنج، الناس اللي بتشتغل في الساينس. تمام؟ هدفنا هون ان نوصل لهاي الادفانتجز اللي بتخلي الماتلاب متميز عن غيره. تمام؟ طيب الماثوركس اللي هي زي ما حكينا الشركه المنتجه لهذا السوفت وير بتنتج لنا تو فيرجنز او تو ريليزز للماتلاب بالسنه. اوكي؟ تقريبا من سنه 2006 بلش ينتج عنا او يطلع عنا تو ريليزز بنسميهم او تو فيرجن من الماتلاب بالسنه الواحده. اوكي؟ في بدايه السنه مثلا نحكي عن سنه 2015 بيطلع عندي ماتلاب 2015 A في بدايه السنه، وفي نهايه السنه بيطلع عندنا ماتلاب 2015 B. اوكي؟ هلا شو اللي بصير في B؟ فيرجن B، فيرجن B هو محسن، هو نسخه محسنه من ال A. اوكي؟ نسخة محسنة شو معناته؟ إنه الشركة أخذت فيدباك من الناس اللي استخدموا الفيرجن الأول وشافوا شو في مشاكل، شو في باجز بتطلع، شو في أشياء بدها تحسين، شو في ايرورز بتطلع،
وبيعالجوها وبيحسنوها وبينتجوا لنا فيرجن جديد اسمه ماتلاب مثلا 2015 فيرجن بي. اوكي، فعشان نفهم لما ننزل سوفت وير معين ايش الفرق بين A و B. تمام. اوكي، هلا الماتلاب تسميته اجت من مصطلح ماتريكس لابوراتوري. ماتريكس لابوراتوري، تمام. فكلمة مات جاي من ماتريكس، أو أول ثلاث حروف اللي هم المات جاي من ماتريكس، واللاب جاي من لابوراتوري. احنا كلنا بنعرف شو معنى لابوراتوري، مختبر. ماتريكس اللي هي المصفوفة، تمام. الماتريكس اللي هي ايش؟ اللي هي المصفوفة. المصفوفة مرت معكم قبل هيك بمواد الرياضيات والكالكولاس بالالجبرا. الماتريكس هي عبارة عن ايش؟ لها رمز، هذا الرمز، تمام. وبنسميها تسمية معينة، مثلا بسمي هاي الماتريكس A، تمام. طيب شو هي الماتريكس؟ الماتريكس عبارة عن زي تيبل، زي جدول، تمام. هذا الجدول بيحتوي على معلومات معينة، على values معينة. ممكن هاي الفاليوز تكون أرقام، ممكن هاي الفاليوز تكون حروف، ممكن هاي الفاليوز تكون أسماء. فإلها دلالة معينة، إلها استخدام معين، تمام. فمثلا لو عندي numeric values، مثلا بدي أحكي إنه والله عندي تيبل بيمثل درجات الحرارة خلال مثلا 3 أيام. في اليوم الواحد عندنا قراءتين، اليوم الأول كان 22، تمام، و26 مثلا بعد الظهر. الصبح مثلا في اليوم الثاني كان 23، صار 25، ومثلا كان عندنا 19 22. اوكي، لاحظ هذا عبارة عن تيبل له دلالة معينة. شو الدلالة هاي؟ الدلالة هاي لو نحكي والله هذا التيبل بيحتوي على values، بيحتوي على data. اوكي، هاي الداتا بتمثل درجات حرارة لثلاث أيام، وفي اليوم الواحد كان عندنا قراءتين لدرجة الحرارة. فشو هي هاي؟ هاي عبارة عن تيبل أو ست، نسميها ست أوف داتا، مجموعة من البيانات، ست أوف داتا. أوكي، هاي ست أوف داتا حطيناها على شكل تيبل، تمام. طيب هذا التيبل عشان أقدر أعمل عليه عمليات رياضية معينة. أوكي، ف مثلا بدي درجة الحرارة هاي احولها من سيليسيوس لفهرنهايت، وبدي اعمل عليها اوبريشن معين، ماتيكال اوبريشن معين. مثلا عملية درجات الحرارة هاي بدي احطها داخل ايكويشن معين، بدي اعمل عليها ايش؟ اعمل عليها ماتيكال اوبريشن. فعشان اقدر اتعامل معها رياضيا اطلقنا عليها في البداية اسم ايش؟ اسم ماتريكس. فالماتريكس هي عبارة عن تيبل بيحتوي على ست اوف داتا. اوكي، رمزه رياضيا عبارة عن هذا الرمز، ودائما بيكون في لها اسم معين هاي الماتريكس، تمام. طيب ليش سمينا الماتلاب ماتريكس لابوراتوري؟ لانه الماتلاب هو عباره عن سوفت وير بتعامل بشكل اساسي مع كل شيء از ماتريكس، تمام. يعني مثلا بالسي بلس بلس كنا نحكي والله عندي فاريبل اسمه اكس، كنا نعطيه قيمه معينه مثلا 2. اوكي، هلا بالماتلاب الاثنين هاي بشوفها الماتلاب مش سنجل فاليو، لا بشوفها از ماتريكس، بشوفها مصفوفه، وحجمها هاي المصفوفه 1 باي 1. شو يعني باي 1 باي 1؟ الماتريكس لها صفات معينه، لها بروبرتيز معينه، من ضمنها حجم الماتريكس، ليش بنسميه سايز اوف ذا ماتريكس، تمام. سايز تبع الماتريكس، شو معنى سايز للماتريكس؟ الماتريكس شو حكينا؟ هي اصلا هي عباره عن تيبل في مجموعه من الداتا، تمام. مثلا باجي على التمبريتشر هون، باجي بحكي اوكي في عندي هون رو صف، في عندي كمان هون الصف الثاني، تمام. هاي مثلا قراءه الحراره على 9 الصبح، وهي قراءه الحراره على 3 الظهر، تمام. في عندي 2 روز، بحكي نمبر اوف روز 2. في عندي 3 كولومز، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. اوكي، الكولومز بتمثل الأيام، والروز بتمثل الساعة اللي انقاست فيها درجة الحرارة. بحكي في عندي 3 كولومز في هاي الماتريكس، 3 كولومز 2 روز. اوكي، صفين وثلاث أعمدة.
اوكي، هلا بنعبر عن شيء اسمه size of the matrix. بحكي size لهي الماتريك دي هو عبارة عن 2 by 3. شو يعني 2 by 3؟ يعني 2 rows by 3 columns. اوكي، فمثلا الماتريك اللي هاي عبارة عن 2 rows 2 columns، وبحكي 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix. اوكي، لو جيت حكيت والله x تساوي 1 3 7، بحكي عندي هنا رو 1 وهذا الرو في 3 كولومز، فبحكي 1 باي 3 ماتريكس. 1 باي 3 ماتريكس اللي هي حالة خاصة من الماتريكس اللي بنسميها الفيكتور، وراح نحكي عنها في المحاضرة الجاية. فيكتور بسميها. اوكي؟ إذا في عندي أول بروبرتي راح نتعرف عليها لهي الماتريكس هي سايز أوف ذا ماتريكس. طب شو بفرق size of the matrix عن number of elements؟ number of elements عدد العناصر، الelements هم العناصر الموجودين داخل الماتريكس، هو عبارة عن ايش؟ حاصل الضربة 2 في 3 هو 6. هلا 6 هاي يعني انها في عندي 6 ارقام او 6 داتا او 6 numbers او 6 items او 6 elements. اوكي، ال 2 by 2 هي 4، في عندي هون 4 items 4 ارقام 4 عناصر داخل هاي الماتريكس. تمام، في عندي size of the matrix وفي عندي number of elements. اوكي، هلا x equals 2 بالنسبه للغات البرمجه هي عباره عن single value. اوكي، بس حتى هاي الماتلاب بشوفها as a matrix حجمها 1 by 1 لانه عندي 1 row 1 column. تمام، فهي 1 by 1 matrix. هلا كل شيء الماتلاب بتعامل معه كايش؟ كماتريكس. كل شيء الماتلاب بتعامل معه كماتريكس، حتى لو جيت حكيت والله فاريبل n يساوي مثلا j u characters عبارة عن string. اوكي، في مجموعة characters، حتى هاي الماتلاب بشوفها عبارة عن 1 by 2 vector او matrix. اوكي، حتى هذا السترينج بتعمل معه كماتريكس. من هون اجت تسمية الماتلاب، لأنه هذا السوفت وير بتعمل مع كل شيء as a matrix. طيب لما اتعامل مع كل شيء از ماتريكس، هذا الشيء بيخلي هذا السوفت وير قوي او فيري باورفول. طب في اي موضوع؟ بالماتريكس كالكولس. بالماتريكس كالكولس يعني انا ما دام هذا السوفت وير مخصص يتعامل مع كل شيء كماتريسيز، معناته بنقدر نفهم او بنقدر نتنبأ انه الناس اللي اشتغلت على هذا السوفت وير والناس اللي بتطور في هذا السوفت وير حطت لك tools داخله وcommands وfunctions بتسهل علينا كتير في موضوع matrix calculus. شو يعني matrix calculus؟ يعني هي العمليات الرياضية اللي أنا بقدر أعملها على هاي الماتريسيز. اوكي، وفي كتير خواص للماتريسيز زي محددة الماتريكس، size تبع الماتريكس، number of elements، إشي بنسميه inverse للماتريكس، إشي بنسميه rank تبع الماتريكس، إشي بنسميه eigenvalues تبع الماتريكس، تعرف عليهم لقدام. بس هدول كتير في بروبرتيز للماتريكس وكتير بقدر اعمل عمليات على هاي الماتريسيز. اوكي، هذا الماتلاب هذا السوفت وير فيه كتير تولز تخدم هذا الموضوع، بتسهل علي الحسابات الموجوده اللي بقدر اعملها على هاي الماتريسيز. بنحكي عن الماتلاب انه فيري باورفول تول فور لينير الجبرا اند ماتريكس كالكولس. لينير الجبرا اللي بنسميه في العربي جبر خطي، في ماده في الرياضيات اسمها جبر خطي. اوكي، ومرات في تخصصات معينه في الهندسه بدرسوا هاي الماده. طيب شو هي الجبر الخطي؟ شو علاقه الجبر في الماتريكس؟ شو علاقه الجبر الخطي بالماتريكس؟ هون بنيجي انه الجبر اللي اكتشف او اللي اخترعه اللي هو الخوارزمي، لما اجى حكى في عندنا فاريبل اسمه سين قيمه مش معروفه او اكس، هذا هو الجبر. الجبر انه انا في عندي x plus 5 equals 19، في عندي هون ايش؟ linear equation فيها مجهول، وهي المعادله بتنحل عشان نوجد قيمه x اللي بتحقق هاي المعادله. اوكي، هذا علم الجبر بنسميه جبر الخطي، خطي لانه بتعامل مع linear equations. اوكي، فعندي هون linear algebra العلم او جزء من الرياضيات اللي بتعامل مع ايش؟ مع linear equations. مع linear equations. طيب شو علاقة هذا الموضوع في الماتريسيز؟ علاقة هذا الموضوع في الماتريسيز انه
انا مش شرط يكون عندي ايكويشن واحده، ممكن انا يكون في عندي مثلا 2x1 plus 3x2 equals 10 و x1 minus 4x2 equals 7. اوكي، لاحظ هون صار في عندي 2 unknowns مجهولين اللي هم x1 x2 و 2 equations اللي هن equation number 1 و equation number 2. هلا اذا زاد عدد، اذا صار في عندي اكثر من معادله واكثر من مجهول، بصير اسمي هاي system of linear equations، system of linear equations. تمام، متى بسميه system؟ لما يكون في عندي اكثر من مجهول واكثر من معادله. متى بسميه linear؟ لما تكون المعادله خطيه. كيف تكون المعادله خطيه؟ والله ما عندي تربيع x سكوير، ما عندي تكعيب، ما عندي ساين x1، ما عندي كوساين x2. تمام، ما عندي exponential x1 في المعادله. تمام، هي الشكل البسيط للمعادله، x1 موجوده لحالها بدون اي نون لينير تيرم، x2 موجوده لحالها بدون اي فانكشن بخليها نون لينير. اوكي، فهي بسميها system of linear equation. تمام، طيب كيف الناس في الرياضيات بتعاملوا مع هاي الايكويشنز؟ والله احنا بنعرف بالمدرسه انه بنحلها حذف وتعويض، اوكي اذا كان معادلتين ثلاث ما في مشكله، بس مرات بيكون في عندنا والله 10 معادلات ب10 مجاهيل، في عندنا مثلا 20 معادله ب20 مجهول، ما بنقدر نحلهم حذف وتعويض. شو بنعمل؟ نيجي بنحكي والله انا هاي بقدر اكتبها بطريقه ثانيه. شو هي هاي الطريقه؟ هاي الطريقه والله بقدر اكتبها زي هيك، باجي بحكي شو المجاهيل؟ شو الكوفيشنتس؟ 2 و3 في المعادله الاولى، و1 وماينس 4 في المعادله الثانيه. هدول مضروبين في x1 x2 اللي هم الانونز، والطرف الثاني يساوي 7 وال10 اللي بنسميه الرايت هاند سايد. فهون في عندي هاي الماتريكس A، هاي بسميها الكوفيشنت ماتريكس المعاملات. هون عندي ماتريكس اسمها X، هاي بسميها الانونز. وفي عندي هون ماتريكس راح نسميها B اللي هي بسميها الرايت هاند سايد اللي هو بعد اليساوي. اوكي، شو عندي هون؟ عندي A ضرب X يساوي B. طب كيف بتصير هاي؟ راح ناخذها لقدام بتفصيل اكثر. لاحظ انه 2 x1 زائد 3 x2 تساوي 10 اللي هي نفس المعادلة الأولى، و1 في x1 زائد ماينس 4 في x2 يساوي 7 اللي هون اللي هي نفس المعادلة الثانية. فقدرت أكتبها على شكل، هذا الشكل راح أسميه الماتريكس فورم، راح كتبتها على شكل ماتريسيز أند فيكتورز. أوكي، فسميه الماتريكس فورم. أوكي، لاحظ أنه يعني 2 equations 2 unknowns. لاحظ المعادلة السيستم هون بسميه، لاحظ كيف طلع حجمه 2 باي 2 ماتريكس. اوكي، 2 unknowns 2 equations. اوكي، طيب هلا شو صار عندي هون؟ صار عندي هذا بسميه سيستم اوف لينير ايكويشن او سيستم اوف ايكويشنز. اوكي، هلا في علم اللينير الجبرا ندرس كيف بنحل هذا السيستم، كيف نتعامل معه، شو نعمل، شو خواص الماتريسيز اللي هون، كيف نتعامل معها، شو البروباتيز الاساسيه في الرياضيات اللي بتخلينا نتعامل مع هاي الماتريسيز. لاحظ انه الجبر انه في عندي مجاهيل unknowns، هاي unknowns موجوده داخل equations، هدفنا من equations هاي ان نحل هاي equations عشان نقدر نوجد قيمه هاي المجاهيل. طيب اذا كان عندي اكثر من equation بصير اسميها system، وهذا السيستم لما يكون اكثر من 2 و3 نبطل نقدر نحله في الحذف والتعويض، بنحوله لشيء اسمه الماتريكس فورم. في عندنا طرق معينه بنقدر نتعامل فيها مع الماتريسيز هاي بحيث انه نحل هذا السيستم. اوكي، من هون اجت علاقه ليش ربطنا اللينير الجبرا مع الماتريسيز. في علم اللينير الجبرا كل تعاملنا راح يكون مع مين؟ مع الماتريسيز، لانه كل هاي الايكويشنز تتحول لماتريكس فورم. كل هاي الايكويشنز تتحول لماتريكس فورم. تمام؟ طيب اذا هذا السوفت وير في تولز بتمكننا بكل سهوله نتعامل مع هاي الماتريسيز ومع هاي الفيكتورز، وبكل سهوله نعمل عليها ماثيماتيكال اوبريشنز، بكل سهوله نحل الجبرا، بكل سهوله نقدر نحل سيستم اوف ايكويشنز اللي حكينا عنه قبل شوي، وبكل سهوله نقدر نطلع ايش هي البروبرتيز لاي ماتريكس او اي سيستم
موجود عندنا. اوكي، فاجت تسميه الماتلاب لانه الماتلاب فيري باورفول في هذا الموضوع. تمام، طيب نبلش نحكي زي ما حكينا شو اللي بيميز الماتلاب، ليش احنا في الهندسه وفي السينس بنحب الماتلاب اكثر من اي لغه ثانيه او اي اكثر من اي سوفت وير ثاني. لانه فعليا الماتلاب بالاضافه لانه فيري باورفول في موضوع اللينير الجبر والكالكولاس. طب هل هذا الموضوع في الهندسه مهم؟ اكيد في كثير عندنا ابلكيشن بالهندسه، ابلكيشنز بنوصل لهذا السيستم، بنوصل لهذا السيستم اي اكس ايكولز بي اللي هو سميناه سيستم اوف لينير ايكويشنز. عندنا كثير تطبيقات في الهندسه الكهربائيه، كثير تطبيقات في الهندسه الميكانيكيه وفي غيرهم في الهندسه الكيميائيه، كثير تطبيقات بنوصل لهذا الفورم. طب بدنا نحله، بدنا تولز تساعدنا. اوكي، الماتلاب ممتاز بهذا الموضوع. تمام؟ طيب ايش كمان؟ احكي لي هذا السوفت وير بيجمع انتجريتس، يعني بيجمع اشياء اساسيه احنا دائما بنحتاجها في دراستنا كهندسه، في الريسيرش، في البحث، في المواضيع الهندسيه. نحتاج كومبيوتيشنز، حسابات. اوكي، نحتاج بروجرامينج، برمجه، ونحتاج مرات فيجواليزيشن. اوكي، هلا الماتلاب بيجمع بينهم الثلاث، ومش بس هيك، الماتلاب قوي فيهم الثلاث. اوكي، الماتلاب قوي فيهم الثلاث، يعني ممكن اجي احكي والله انا عندي سوفت وير سي بلس بلس اللي درسناه. اوكي، بروجرامينج لانجويج. اوكي، بس بقدر اعمل يعني كالكوليشنز كومبيوتيشنز؟ اه بقدر، بس الماتلاب بتميز اكثر عن هاي لغه السي بلس بلس بانه هاي الكومبيوتيشنز انا بقدر اعملها بالماتلاب، صممت خصيصا لجماعه الساينس وجماعه الانجينيرينج. اوكي، والكومبيوتيشنز اللي فيها هي ادفانسد، مش بس مش بس سمبل كالكوليشنز، مش بس والله اجمع رقمين، اطرح رقمين، اضرب ارقام، مش بس والله اعرف اري او اعرف ماتريكس، ومش بس والله بدي احل تو ايكويشنز، لا، في عندي ادفانس كومبيوتيشنز بدي اعملها، زي بدي احل ديفرنشال ايكويشنز، بدي احل معادلات تفاضليه او معادلات مرتبطه بالزمن، في عندي بدي احل مش عندكم ماده بارشل، بدي احل بارشل ديفرنشال ايكويشنز، عندي سيستم اوف لينير ايكويشنز بدي احله زي ما حكينا قبل شوي، في عندي سيستم اوف نون لينير ايكويشنز بدي احله، في عندي جزء في الرياضيات بنسميه نيوميريكال ميثود، صح، اوضحه لقدام، طرق عدديه بنسميها، وفي عندنا ماده في التخصص اسمها طرق عدديه. هاي صعب تعملها في لغات البرمجه الثانيه لانه سي بلس بلس مش مخصص للانجينيرز. اوكي، في كومبيوتيشنز وهو لغه برمجه ممتازه، بس ما فيها هاي الادفانس كومبيوتيشنز اللي بكل سهوله انا بقدر اتعامل معها في الماتلاب. اوكي، فالماتلاب بعطيني ادفانتج عن اي لغه ثانيه او سوفت وير ثاني اني انا بقدر اعمل ادفانس كومبيوتيشنز. اوكي، طيب النقطه الاهم من اني مجرد اني اعمل بس كالكوليشنز او احل ايكويشنز، تمام، انه طبيعه الكمبيوتيشنز اللي بحكي عنها في الماتلاب هي راح اسميها تكنيكال كومبيوتيشنز، عشان هيك راح احكي عن الماتلاب هو تكنيكال لانجوج. تكنيكال لانجوج، اوكي، نفهم شو معنى تكنيكال في البدايه عشان نقدر نربطها مع الحكي تبعنا. أنا مثلا نيجي نحكي والله في اثنين مهندسين في مصنع عم بيحكوا مع بعض، فبيجي بحكي عم بيحكوا حكي تكنيكال، نحكي عنهم انهم عم بيحكوا في بينهم تكنيكال سبيتش او حوار تكنيكال. شو معنى تكنيكال؟ او مثلا اثنين اطباء واقفين وبيحكوا عن بعض بيحكوا تكنيكال، نحكي عنهم بيحكوا شيء تكنيكال، شو معناها؟ معناها شيء مرتبط بالتخصص.
اوكي اشي ريلاتيف او ان ريليشن ل سبيسيفيك ميجر تخصص معين. فعندي اثنين مهندسين كهرباء عم يحكوا مع بعض عن والله هذا الموتور 3 فيز اندكشن موتور من النوع الفلاني، بدنا نقيس الكرنت على الفاز رقم واحد ونتاكد انه الفولتج بين التو فيزز صحيح، بدنا نركب له كنترولر. هذا الحكي اللي انا بحكيه هو لو جبت شخص عادي ما بفهم شو بيحكوا، ما بقدر يتواصل معهم، ما بقدر يفهم شو بيحكوا او شو بدهم، الا واحد متخصص في المجال اللي هم بيحكوا فيه. لو جبنا واحد ثالث الكتريكال انجينير، والله بقدر يتبع معهم، بقدر يفهم شو هم بيحكوا، لانهم بيحكوا حكي له علاقه بالتخصص، له علاقه بتخصصهم هم، له علاقه بتخصص معين هم بيفهموه. لو جبنا مثلا والله مهندس عماره، ما راح يعرف هدول المهندسين الكهرباء شو بيحكوا، لانه الحكي تبعهم هو تكنيكال سبيتش. اوكي، او مثلا نحكي والله طالب تخرج والله عنده راح قدم لشغل وعنده مقابله، فبيجوا بحكوا له شو سالك، بحكي لنا سالنا في بدي سالنا اسئله شخصيه، بعدين بلش في اسئله تكنيكال. شو يعني بلش في اسئله تكنيكال؟ يعني بلش يساله اسئله في التخصص تبعه. اوكي، اسئله في التخصص تبعه. تمام، هلا الماتلاب طبيعه الكمبيوتيشنز اللي موجوده فيه هي عبارة عن technical computations. okay technical computations خاصة لجماعة الانجينيرينج والساينس. تمام، يعني المقصود مش بس اني بقدر اجمع ارقام اضرب ارقام وساين وكوساين، لا طلعنا الليفل الاعلى. شو هو الليفل الاعلى؟ حل equations. ليفل اعلى حل linear equations، بعدين differential equation، partial differential equation، numerical techniques. اوكي، هاي كلها اشياء لها علاقه بايش؟ بالماثماتكس. تمام؟ طيب بعيد عن الماثماتكس، في عندنا تخصصات في الهندسه. في عندنا مثلا electrical engineering فيها communication، فيها signal processing، فيها machines، الميكاترونكس في control، في modeling، الكيميكال انجينيرنج عندهم اشياء خاصه فيهم، الكمبيوتر انجينيرنج عندهم ايمج بروسيسنج، عندهم سيجنال بروسيسنج، الميكانيكال انجينيرنج عندهم كنترول، عندهم اير سبيس انجينيرنج، عندهم ايرو داينامكس. اوكي، كيف انا بدي اخلي الماتلاب يقدر يفيد هذول الناس بحيث انهم يقدروا يفهموا تخصصهم اكثر، بحيث انهم يقدروا يبدعوا اكثر، بحيث انهم يقدروا يعملوا ريسيرش، يعملوا ابحاث اكثر، يعملوا مودلز اكثر ويجربوها. بدنا نخلي هاي اللانجوج مور تكنيكال. شو يعني مور تكنيكال؟ يعني مخصصه زي ما حكينا، مخصصه لجماعه الانجنييرنج وجماعه الساينس. اوكي، طب كيف بدنا نعمل هذا الحكي؟ اوكي، الهندسه كثير مبنيه على الرياضيات، عشان هيك بدنا نزودهم بكل هاي التكنيكس اللي حكينا عنهم هون، ديفرنشال، بارشال، نيوميريكال. اوكي، هذا كله موجود. بعدين لا كمان بدنا نعمل لهم تول بوكسز نسميها، اوكي تول بوكس او لايبرز، لايبرز. اوكي، هاي مخصصه تو سولف سبيسيفيك بروبلمز. شو يعني سبيسيفيك بروبلمز؟ يعني مخصصه لجماعه معينه. مين هم هذول الجماعه؟ جماعه الانجنييرنج وجماعه الساينس. اوكي، مش بس الماثماتيكال تولز اللي حكينا عنهم، لا بدنا نعملهم تول بوكسز خاصه فيهم تقدر تخدمهم، تقدر تسهل عليهم الدراسه، تسهل عليهم الريسيرش، وانهم يقدروا يبدعوا ويعملوا اكثر على هذا السوفت وير. تمام؟ طيب زي شو في عندنا تول بوكسز؟ مثل شو؟ خليني افرجيكم من موقع شركة MathWorks. تمام، من موقع شركة MathWorks بدنا نشوف شو هي والله هاي الأشياء اللي بنحكي عنها. أوكي، هاي أنا فتحت على موقع MathWorks وكتبت Communication Toolbox. شايفين اسم Toolbox؟ Toolbox عبارة عن library تحتوي على مجموعة functions، مجموعة commands إلها علاقة بإيش هو مثلا Communication Toolbox. كوميونيكيشن يعني اتصالات،
جماعة الهندسة الكهربائية مثلا بدرسوا من ضمن تخصصهم الاتصالات، أوكي؟ أو في عندنا هندسة الاتصالات، أوكي؟ لاحظ إن هندسة الاتصالات بدرسوا أشياء معينة زي الكوميونيكيشن ميثودز، الفلترينج، الموديوليشن، أنواع الفلترز، تأثير الفلترز، مثلا البلوتوث، الراديو فريكونسيز، كل هاي الاشياء اشياء خاصه. لاحظ الحكي اللي انا حكيته، المصطلحات اللي انا حكيتها، شو سميناها قبل شوي؟ تكنيكال، مصطلحات تكنيكال، يعني اللي بفهموها وبيعرفوا شو هي هم جماعه الكوميونيكيشن انجينيرنج، اوكي، جماعه هندسه الكهرباء وجماعه هندسه الاتصالات، هم بيفهموا شو معنى هاي اللانجوجز، اوكي. فلاحظ انه الماث ويركس عملت لنا تول بوكس خاصه لجماعه الانجينيرنج اللي حابين يعملوا سيموليشنز، اللي حابين يطوروا اكثر، اللي حابين يعملوا مودلز، اللي حابين يفهموا موضوع الاتصالات، عملت لنا تول بوكس خاص فيهم. طيب لو جبنا واحد هندسه معمار معماريه او هندسه كيميائيه او هندسه ميكانيكيه، فعليا ما راح يعرف هاي المصطلحات شو هي، ومش كثير راح يفهم هاي التول بوكس لانه هذا مش تخصصه، تمام، لانه هاي مش تخصصه. بس لو نوديه على تول بوكس خاصه في الميكانيكال انجينيرنج او الكيميكال انجينيرنج، لا راح يفهم هناك، اوكي. معناته الماتلاب مختلف عن السي بلس بلس، انه هذاك بس مجرد لغه برمجه بتتمكن منها، بتعرف التولز اللي فيها، بتعرف الفانكشنز اللي فيها، بتعرف كيف تكتب فور واي اف وهذول الاشياء، فسهوله ممكن تلاقي واحد صار بروفيشنال في هذا الماتلاب، في هذا البرنامج. بس صعب، صعب تلاقي واحد متمكن من الماتلاب كله وبيعرف كل شيء في الماتلاب. ليش؟ لانه الماتلاب تكنيكال، ماتلاب مش بس لغه برمجه، مش بس لغه فيها اشياء مفيده ومنيحه في الرياضيات، لا، في كثير تول بوكسز في الماتلاب ما بفهمها الا الناس المتخصصين في هذا المجال، اوكي. فلو جيت طلعت والله شو بيحكوا لنا، لاحظ مثلا بيحكوا لنا عن الموديوليشن، الفلترز، انواع الفلترز، مثلا هون بلوتوث، لاحظ لو فتت هون شو بيحكي لي، بيحكي لي ديزاين موديل سيميوليت اند تيست بلوتوث كوميونيكيشن سيستم. البلوتوث طرق من طرق الاتصالات، ففي عندنا بلوتوث كوميونيكيشن سيستم، اوكي. الجماعه اللي بيفهموا هاي التقنيه، اللي بيفهموا المصطلحات الخاصه فيها، اوكي، بدهم يشتغلوا. كيف يعني بدهم يشتغلوا؟ يعني بدهم يعملوا ديزاين، بدهم يعملوا مودلز، بدهم يعملوا سيميوليشن، بدهم يعملوا تيست لاشياء هم عملوها، تمام. فبدهم يستهبدهم طول، بدهم سوفت وير يساعدهم، اللي هو مين؟ اللي هو الماتلاب، اوكي. ولاحظ لو دخلت على اي اكزامبل من اللي معطيني اياهم هون، اوكي، مثلا هون لاحظ انه بيشرح لي اشياء، لاحظ بعمل لي ديسكريبشن وبيشرح لي اشياء لها علاقه بالبلوتوث سيستمز، لها علاقه في الكوميونيكيشن سيستم. اذا انت مش فاهم، مش تخصصك، ما راح تعرف. هي والله مش مجرد والله انا كوماند بدي اكتب، او مجرد اف ستيتمنت او واي، لا. في عندي لو طلعت ومشيت هون، راح يبلش هون يبرمج او يكتب بروجرام، لاحظ راح يستخدم فانكشنز اسمائها زي إلها علاقة بالموديوليشنز، إلها علاقة في البلوتوث، إلها علاقة في تكنيك معين بيستخدموه جماعة الاتصالات، فراح ألاقي فانكشنز وكوماندز مخصصة لجماعة الكوميونيكيشن ما بفهمها حدا غيرهم، أوكي؟ وهي مش زي الإف ستيتمنت، أي حدا بيقدر يفهم الإف ستيتمنت وكيف تستخدمها. بس لو جيت واحد مش تخصصه كوميونيكيشن تول بوكس، فعليا ما راح يقدر يستخدم هذا الكوماند، لأنه ما بعرف شو بده باراميترز، ما بعرف شو الانبوت تبعته، ما بعرف كيف هذا الكوماند بيشتغل. لانه عشان يفهم هذا الكوماند لازم يكون فاهم الباك جراوند، لازم يكون فاهم الثيوري، لازم يكون فاهم النظريات اللي ورا هذا الفانكشن، اوكي. يعني مثلا والله لو عندي فانكشن اسمه ار اف فلتر، طب اصلا كيف بدي استخدمه اذا انا مش فاهم شو الار اف، مش فاهم شو بتشتغل وكيف بتشتغل، تمام. فالماتلاب مختلف، عشان هيك صعب، ما بتلاقي حدا عارف كل شيء في الماتلاب، ما فيش حدا تخصصه كل شيء، انت متخصص بشيء معين. ممكن انت تتمكن من البرمجه في الماتلاب كاف وفور واي واستخدام الماتريسيز، ممكن تتمكن من اشياء الماثماتكس، تمام، بس ما راح، بس مستحيل تتمكن من كل شيء من كل التول بوكسز، لانه انت ما بتقدر تفهم كل شيء في الكوميونيكيشن، كل شيء في الالكتريكال، كل شيء في السيميور، في ال بالمجالات الثانيه اللي الماتلاب عامله تول بوكسز خاصه فيها. اوكي؟ طيب ناخذ مثال ثاني.
ناخد مثلا في ميكانيك ايروسبيس تول بوكس طيران. اوكي لاحظ هون بشرح لي عن هذا التول بوكس اكثر، شو في تولز، شو الناس بتقدر تعمل هون. اوكي لاحظ مثلا بحكي لي تقدر تعمل موشن اناليسيز للطيارات، ممكن بدك تدرس الايروداينامكس، الفلايت داينامكس، تعمل اناليسيز، تعمل تحدد البرفورمانس تبع السيستم. اوكي فالناس اللي بيفهموا هذا الموضوع اللي تخصصهم ايروداينامكس او ايروسبيس بيعرفوا او بحاجه هذا التول بوكس، وهم من اكثر ناس بيقدروا انهم يتعاملوا مع هذا التول بوكس، يفهموا الفانكشنز الموجوده فيها ويعملوا فيها مودلز، يعملوا فيها ديزاين ويعملوا تيست، لانهم هم اللي فاهمين هذا التخصص، هذا المجال. اوكي اما واحد تخصص مثلا هندسه كهربائيه ما راح يعرف البارامترز لازم استخدمها ضمن هذا ضمن هاي التول بوكس، شو معنى هذا الفانكشن، شو بيعمل، كيف بيشتغل. اذا الماتلاب جزء اساسي من انك تكون فاهم الثيوري، تكون فاهم طبيعه هاي الكوماندز، طبيعه هاي الفانكشنز، لانه كمان مره بعيدها تكنيكال لانجوج، الماتلاب تكنيكال لانجوج بيعمل تكنيكال كومبيتيشنز. اوكي طيب واحده من اشهر الاشياء اللي راح تتعاملوا معها لقدام في الكنترول وفي موادكم الثانيه هي سيم سكيب تعطيك ادفانتج انك تعمل سيميليشن لفيزيكال سيستمز. شو يعني فيزيكال سيستمز؟ يعني بتقدر تبني مثلا روبوتك ارم، روبوت، تقدر تبني الكتريكال سيركت، تقدر تبني ميكانيكال سيستم، تقدر تبني ثيرمال سيستم فيزيكال. اوكي وهذا الشيء بيعطيك ادفانتج انك تعمل ديزاين لكنترول سيستم، تعمل ديزاين لثيرمال سيستم، تعمل له تيست، توصل لاوبتيمال ديزاين، توصل لاوبتيمال كنترولر. اوكي هذا كله من خلال هذا السوفت وير. اوكي طيب هذا اللي قصدنا بموضوع ايش؟ موضوع التكنيكال لانجوج او تكنيكال كومبليكيشنز. شفنا امثله على تول بوكسز زي قبل شوي ايروداينامكس، تيم سكيب، كوميونيكيشن. في كثير تول بوكسز، في عندنا ايمج بروسيسنج تول بوكس لمعالجه الصور، معالجه الفيديوز لجماعه الميكاترونكس الكتريكال كمبيوتر انجينيرنج. في عندنا مثلا سيجنال بروسيسنج لجماعه الكهرباء والكمبيوتر. في عندنا كثير تول بوكسز موجوده داخل الماتلاب تقدر انت تستفيد منها وتقوي حالك وتصير تفهم اكثر مجال تخصصك. اوكي طيب شو حكينا قبل شوي؟ حكينا ماتلاب بيجمع بين الكمبيوتيشنز، وشفنا هاي الكمبيوتيشنز، حكينا في عندي سمبل كمبيوتيشنز، في عندي ادفانس ماتماتيكال كمبيوتيشنز، في عندي تكنيكال كمبيوتيشنز. طيب الماتلاب مش بس بيعمل لي هيك، لا بقدر كمان استخدمه كلغه برمجه، بروجرامينج لانجوج. تمام بروجرامينج لانجوج. طيب شو هي البروجرامينج؟ لما احكي برمجه شو يعني برمجه؟ البرمجة ببساطة هي حل مشاكل، problem solving. problem solving اوكي يعني في عندك مشكلة معينة بدك تعملها solving باستخدام الكمبيوتر. اوكي فالبرمجة هي انك تخلي الكمبيوتر tool ليحلل لك هاي البروبلم اللي انت اللي عندك اياها. اوكي طيب هاي البروبلم ممكن تكون سمبل، ممكن تكون كومبلكس بروبلم. تمام سمبل بروبلم زي شو مثلا؟ في ماده معينه من مواد التخصص في مثلا معادلة معينة. اوكي وهي المعادلة نستخدمها كثير في المادة، ودائما احنا بحاجة ان نرسم الجراف والكيرف تبع هاي المعادلة. تمام وهي المعادلة الناس كثير بتستخدمها، وانت بتدخل عليها مثلا input x و input y، و
اللي بدك اياه اللي بدنا نوصل له ندخلهم على هاي الايكويشن، وببساطه نرسم شكل الكيرف تبع هاي الايكويشن. طيب ها، او مثلا والله عندنا سيستم معين عباره عن معادله تفاضليه ديفرنشال ايكويشن، تاخذ انبوتس معينه وبدنا نحل هاي الايكويشن. اوكي، هاي عباره عن سمبل ماثيماتيكال بروبلمز. تمام، عباره عن سمبل ماثيماتيكال بروبلمز. والله شو يعني بدي اعملها برمجه؟ انا عندي مشكله انه ما بدي كل مره انا اجي ارسم بايدي مثلا. اوكي، او اذا تغير، مش كل مره بدي احل هاي الديفرنشال ايكويشن كل ما تغير الانبوت بدي ارجع احلها بايدي، لا، بدي اكتب كود بنسميه او بروجرام. تمام، هذا الكود او البروجرام بدي اياه هو يصير مسؤول انه ياخذ هاي الانبوتس اللي كل مره بتكون شكل، وهو اللي يطلع لي الحل او يرسم لي الجراف انا بدي اياه بشكل اوتوماتيك. تمام، المشكله اللي عندي انه انا كل مره بدي ارسم هاي الكيرف بايدي، او انا والله كل مره بدي احل هاي الايكويشن كل ما تغير الانبوت كل ما تغير الرقم، لا، بدي اكتب كود بنسميه، بدي اكتب برنامج. اوكي، هلا كتابتك شو صار عندك؟ انت عندك هنا سمبل بروبلم بدك تحلها، اوكي؟ البروجرامينج انك تحل هاي المشكله باستخدام الكمبيوتر او باستخدام سوفت وير معين. اوكي؟ هلا هذا الكود، الشيء اللي بنسميه كود، طيب انت بايش محتاج تولز معينه، محتاج فانكشنز معينه، محتاج كوماندز معينه تقدر تساعدك عشان تكتب الالجوريثم تبع البرنامج تبعك. الالجوريثم يعني خوارزميه اللي اذا انت كتبتها بالطريقه الصحيحه هتصير هي تحل لك البروبلم اللي انت محتاجها او محتاج تحلها. اوكي، طيب عشان اعمل هاي الالجوريثم بدي تولز. مين راح يأمن لي هاي التولز؟ السوفت وير زي سي بلس بلس، الماتلاب او اي لغه ثانيه بسميها ايش؟ السوفت وير. السوفت وير هو عباره عن بيئه تحتوي على مجموعه كوماندز وفانكشنز تقدر تخدمك بحيث انك تستخدمها وتعمل هذا الالجوريثم. طريقه تفكيرك في الالجوريثم هي طريقه حل المشكله. تمام، وهي هاي بنسميها البرمجه. هي هاي بنسميها البرمجه، طريقة تفكيرك الالجوريثم، طريقة تحويل المشكلة إلى برنامج. اوكي، لا هي ايش؟ البروجرام. طيب ناخذ شيء مثال ثاني، مثلا نظام التسجيل تبع الجامعة اللي أنتم بتتعاملوا معه لما تيجي تسجل موادك. اوكي، هلا زمان قبل ما يأتمتوا هاي العملية كان الطلاب زمان في زمان شو يعملوا؟ يروحوا قبل التسجيل يصفوا على الدور وكل واحد يكتب على ورقة المواد اللي بده إياها، وكان كل شيء ورقة. بعدين عملوا برنامج، صاروا شوي شوي يتطور الموضوع، عملوا برنامج كان استخدامه صعب، مبني على مش الويندوز، كان مبني على الدوس اللي هو نظام التشغيل الأقدم من الويندوز، فكان استخدامه صعب. طيب بعدين طوروا نظام التسجيل صار احسن، بعدين طوروا عليه كمان مره صار بالصوره اللي انتم بتشوفوها تسجيل كثير سهل، تقدر توصل لاي شيء بدك اياه بسهوله، تضيف ماده، تسحب ماده، تدخل رقم ماده، تبحث عن ماده، تحجز وقت حر، تشوف وقت تسجيلها، كل شيء صار بسهوله. اوكي، طيب هلا في البدايه كان هذا الموضوع التسجيل بالنسبه للجامعه بروبلم، مشكله. تمام، كانت كومبلكس بروبلم، يعني انا بحاجه احلها، ما بصير الطلاب هيك يضلهم يسجلوا ورقي، ما بصير، كان ياخذ وقت وياخذ جهد وتكون في المشاكل الموجوده فيه كثير كبيره. اوكي، فكانت هذا بالنسبه لوحده القبول والتسجيل او بالنسبه للجامعه عباره عن بروبلم بدها حل. اوكي، طيب شو عملت الجامعه؟ بتيجي الجامعه بتحكي والله انا عندي مشكله، لازم ابني نظام تسجيل الكتروني او محوسب.
اوكي طيب، اذا بالنسبه للجامعه في عندي ايش؟ في عندي بروبلم اوكي متعلقه في ايش؟ في موضوع التسجيل ريجستريشن. طيب تيجي الجامعه تحكي بدنا نروح على الناس المتخصصين، مين هم الناس المتخصصين؟ والله في عندي شركات متخصصة في البرمجيات، اللي هم الناس اللي بدرسوا هندسة برمجيات، الناس اللي بتدرس IT، أو الناس اللي بتدرس مثلا هندسة كمبيوتر. ففي شركات متخصصة بإيش؟ بالبرمجيات، تمام؟ إذا في عندي شركة متخصصة بإيش؟ بالسوفت وير، تمام. تيجي الجامعة تحكي لهاي الشركة إنه أنا عندي مشكلة، عندي بروبلم متعلقة بالتسجيل، بدكم تبنوا لي، بدكم تعطوني برنامج بروجرام يقدر الطلاب من خلاله يسجلوا بسهولة، وتحل لي كل مشاكل التسجيل. اوكي طيب، هسه هاي الشركة فيها افراد صح؟ اللي هم مين؟ اللي هم البروجرامر، بروجرامرز اللي هم المبرمجين، يكون مهندس حاسوب او دارس اي تي او دارس هندسه برمجيات. فهو بروجرامر بيشتغل على لغات برمجه معينه وبقدر يكتب برنامج، تمام. وهي الشركه كمان بتكون تشتغل على سوفت ويرز، اوراكل، جافا، اي برامج لغات برمجه ثانيه، تمام. طيب هلا الفكرة كالتالي، إنه هل هذا المبرمج بيعرف شو بده من أول؟ لا، المبرمج هو شخص متمكن من هذا السوفت وير. والسوفت وير شو هو؟ السوفت وير هو زي بيئة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكوماندز ومجموعة من الفانكشنز، تقدر أنت توظفها بحيث إنك تنتج برودكت معين اللي هو البرنامج او الكود، يقدر يحل مشكله معينه. اوكي فالبروجرامر هو شخص قادر، فاهم هاي التول، فاهم هذا السوفت وير، بيقدر بسهوله يتعامل مع هاي البيئه، بيقدر بسهوله يستدعي الكوماندز والتولز اللي هو محتاجها. اوكي طيب نيجي نحكي، تيجي الشركه بتحكي طيب ايش الاشخاص اللي عندي اللي هم البروجرامرز ما بيعرفوا اشي عن التسجيل في الجامعة، ما بيعرفوا شو اسس التسجيل، شو قوانين التسجيل، شو متطلبات المادة السابقة، انه هذا الطالب منتظم، هذا الطالب مسموح له يسجل، هذا الطالب مش مسموح له يسجل، كيف انه ايش المواد المتطلب السابق، هاي مش متطلب سابق، هيك مسموح لك تسجل كم ساعة بالفصل، وكل هاي الأشياء، القوانين الخاصة بالتسجيل، هذول الناس البروجرامرز ما بيعرفوها. شو بتطلب الشركة؟ تطلب الشركة إنه بدنا نعمل ميتينج مع مين؟ مع جماعة القبول والتسجيل. شوفوا جماعة القبول والتسجيل بيعرفوا كل إشي عن قوانين التسجيل، بس ما بيعرفوا إشي عن السوفت وير والبروجرامينج. جماعة البروجرامينج بيعرفوا كل إشي عن البرمجة، بس ما بيعرفوا عن قوانين التسجيل. تمام؟ فبنيجي نعمل ميتنج بينهم. اوكي؟ بنعمل ميتنج انه هدول الجامعه او جماعه القبول والتسجيل في عندهم متطلبات معينه لهذا السوفت وير، في عندهم ريكويرمنتس. مين لازم يحقق هاي الريكويرمنتس؟ لازم يعطوها لجماعه البروجرامرز عشان لما يكتبوا هم الالجوريثم ويعملوا البرودكت النهائي اللي هو البرنامج، ياخذوا بعين الاعتبار كل الريكويرمنتس اللي بحكوا لهم عنهم محل القبول والتسجيل. تمام؟ ف هلا البروجرامرز لما يفهم، لما يقعدوا يعملوا ميتنج واثنين وثلاثه واربعه، يعملوا اجتماعات مع جماعه القبول والتسجيل، بصيروا يفهموا كيف هذا البرنامج، بصير كل ما سمع شغله بصير يفكر اكثر شو طبيعه هذا البرودكت، شو طبيعه هذا البرنامج اللي بدي انتجه، كيف بدي اعمله، كيف بدي اصممه، كيف بدي اخلي الماده الفلانيه تفتح، كيف بدي اخلي الطالب يحجز اوقات حره معينه، كيف بدي اخلي الطالب، كيف بدي اوصل لقاعده البيانات تبعت الطلاب؟ كيف بدي اخلي طلاب قسم معين يطلع معدلك، يحسب معدلك، كل هاي الاشياء اللي انت بتشوفها بنظام التسجيل،
لازم هو يفهمها عشان يعرف يترجمها لبرودكت نهائي. اوكي، الجامعة بهمها توصل لبرودكت، بدها برودكت نهائي. شو هو البرودكت؟ هو هذا البرنامج اللي انتم بتتعاملوا معه. اوكي، اللي هو مين وظيفته يصممه؟ الشركة السوفت وير. اوكي، فالبروجرامر ما بيقدر يكتب شيء، ما بيقدر يطلع لك برودكت الا اذا بس يفهم هاي المشكلة اللي عندك بكل ما يتعلق فيها عشان يقدر يترجم لك اياها لبرودكت نهائي. شو هو هذا البرودكت؟ انا كل الافكار اللي اخذتها من وحده البرود والتسجيل وفهمت بالضبط شو منهم، بدي استغل التولز اللي عندي. شو هي التولز اللي عندي؟ عندي والله برامج، عندي سوفت ويرز، عندي في موجود داخلها فانكشنز وكوماندز بقدر استخدمهم، وبلش اترجم الافكار اللي انا فهمتها، وببلش اترجم الريكويرمنتس اللي اعطوني اياها من خلال ايش؟ من خلال التولز اللي عندي، اربطها مع بعض بحيث اوصل لبرودكت نهائي اللي هو النظام التسجيل اللي انت بتشوفه. طيب هذا النظام التسجيل لازم يكون كمان شو؟ فريندلي، لازم يكون سهل الاستخدام. ليش؟ لانك انت مين بده يستخدم هذا النهائي؟ يستخدمه جماعة القبول والتسجيل والطالب. الطالب ما له دخل كيف انكتب البرنامج وكم سطر انكتب وشو اللغة اللي انكتب فيها. الطالب بده يسجل، لازم يكون friendly to use، لازم يكون سهل الاستخدام. الشخص ببساطة لازم يعرف وين يدخل الرقم الجامعي، كيف يدخل الباسورد، كيف يروح يحجز وقت حر، كيف يبين عنده البحث عن مادة، كيف يسحب مادة، كيف يضيف مادة. لازم يكون friendly to use، سهل الاستخدام. الإيش اللي بنسميه الجرافيكال يوزر انترفيس النهائي. الانترفيس هو الواجهة النهائية تبعت البرنامج. اوكي والله ملون، الايقونات مبينة، سهل اني اروح احجز مادة، سهل اني اعرف وين اروح ادور على المحاسبة. يعني الانترفيس النهائي، الواجهة النهائية لازم تكون بالنسبة لليوزر النهائي. اوكي، في عندي كمان مين؟ يوزر نهائي بدي استخدم هذا البرنامج، لازم تكون فريندلي، سهل استخدامه. اوكي، طيب شو في وراء هذا البرنامج؟ لو جينا فكينا هذا البرنامج راح نلاقي كود بروجرام مكون من 10,000 20,000 سطر، مكتوب بلغه برمجه معينه، مستخدمين اف ستيتمنتس، مستخدمين وايل، مستخدمين كيف ناخذ من اليوزر الرقم الجامعي، مستخدمين الداتا بيسز. كل هاي الاشياء اللي راح تكون موجوده خلف هذا البرودكت النهائي اللي انت بتشوفه كنظام تسجيل. اذا في وراء ايش؟ بروجرام، في وراء كود. مين انتجه؟ شركه متخصصه بكتابه السوفت ويرز، في عندهم بروجرامرز، في عندهم سوفت ويرز. ما قدروا يترجموا هاي التولز ويستخدموها الا لما عرفوا شو هي الريكويرمنت تبعت الجامعه، شو هي قوانين القبول والتسجيل، عشان يفهموا كيف لازم يكتبوا هذا. إذا عملية البروجرامينج تبدأ من إيش؟ تبدأ من مشكلة، problem. في ناس معين عندهم problem، بيروحوا للناس المتخصصين البروجرامرز. البروجرامرز بيفهموا البروبلم، هي أول خطوة، بيفهموا البروبلم عشان يقدروا يترجموه على برودكت نهائي، هو الإشي اللي بنسميه برنامج أو النظام أو إيش ممكن اسمه. اوكي، وبعدين بيجي عندنا اليوزر اللي بده يستخدم هذا البرنامج او هذا السيستم. هذا المقصود بايش؟ بالبرمجه. طيب الماتلاب، في زيه زي اي لغه برمجه ثانيه، في عندي تولز، في عندي كوماندز، في عندي فانكشنز بقدر استغلها واكتب برنامج، اعمل اكتب بروجرام يعني احل فيه مشكله معينه. تمام. طيب موضوع الفيجواليزيشن، اوكي، فيجوال يعني مرئي، اوكي، له علاقه بالشيء اللي حكيته انا هون، انه انا لما انتج برنامج معين بدي اياه يظهر بصوره فريندلي لليوزر يقدر يستخدمه بسهوله. اوكي، فبقدر اعبر عن هذا الشيء كيف؟
اوكي، اذا جينا حكي هنا انه زي قبل شوي نظام التسجيل، هي الواجهه اللي بتطلع عندك. هلا عندي هون شو؟ عندي هون اليوزر اللي هو الطالب اللي بده يستخدم هذا السوفت وير، تمام؟ ورا هذا السوفت نظام السيستم اللي بيطلع لك وتسجل من خلاله، في وراه بروجرام، في وراه كود ممكن يكون بمئات الاف السطور. هذا الكود مكتوب بلغه برمجه معينه. اوكي، هذا الكود اذا ترجم، اذا تنفذ، اذا عمل له اكسكيوشن، يطلع لك هذا النظام، بخليك تقدر تستعمله وتعمل معه وتؤدي الوظيفه والفانكشن اللي هو مبني عشانها. اوكي، طيب شو الاشياء اللي بتهمنا لهذا اليوزر؟ والله انا ما بدي اليوزر يتعقد وهو يستخدم البرنامج، تمام؟ يعني ما بدي احكي اجي لليوزر عشان احكي للطالب والله انت عشان تسجل روح نزل سي بلس بلس واكتب الكوماند التالي واكتب هذا البرنامج عشان يطلع لك وعشان تقدر لا، بدي شيء يكون ايش؟ يكون فريندلي، يكون سهل استخدامه. اوكي، فبدي انترفيس، واجهه. هاي الواجهه بتفصل بين اليوزر والكود، بحيث انه اليوزر ما يشوف كود، ما يشوف 10000 صفحه مكتوبين بلغه برمجه، لا ما بهمه. اوكي، بدي انترفيس زي الانترفيس، زي الواجهه الموجوده عندنا هون. والله انا اوكي تسجيل مادة، بكبس على تسجيل مادة، دخول خروج، محاسبة قبل التسجيل، حجز وقت حر. اوكي، هاي الانترفيس الملونة، الكبسات، ادخل هنا، ادخل الرقم الجامعي، ادخل الرقم السري، اضغط ابصر ايش اللي، يعني كل هاي الاشياء هاي عبارة عن انترفيس نعملها تفصل بينك وبين الكود، لانك انت ما بيهمك الكود بقدر ما يهمك انك يكون استخدامك فريندلي، سهل الاستخدام، يكون اتراكتيف، في الوان، في كبسات، سهل الاستخدام. اوكي، هاي الاشياء اللي بنسميها ايش؟ بنسميها الفيجواليزيشن. مش كل لغات البرمجه فيها جرافيكال يوزر انترفيس، مش كل لغات البرمجه بتمكنك انك تحول الكود بشكل جرافيك، بس الماتلاب واحد من البرامج او واحد من السوفت ويرز اللي بيدعم هذا الشيء. بتقدر تعمل واجهه، بتقدر تعمل انترفيس فيها كبسات، فيها الوان، فيها كبسات نيكست، باك، كالكوليت، فايند، مكان ظهور الرسمه، مكان تقدر تعمل منه سيلكت، منيو، كل هاي الاشياء بتقدر تحول الكود تبعك الى شيء نسميه جرافيكال يوزر انترفيس. تمام، عشان هيك الماتلاب بيجمع بين كل هاي الاشياء اللي هم التكنيكال كومبيتيشنز، البروجرامينج، والفيرتشواليزيشن. زي مثال على الجرافيكال يوزر انترفيس، هذا عباره عن جي يو اي، جرافيكال يوزر انترفيس، راح نشوف لقدام كيف نبنيهم هذول. واحد عباره عن واجهه مرتبه، فيها اماكن تدخل الارقام، فيها تيبلز، فيها اماكن النتائج كرسمات، في لها مكان محدد تظهر فيه، تقدر انت تكبس كبسه معينه هون عشان تحسب، تقدر هنا تدخل الانبوتس بطرق مختلفه، التابلز بتظهر عندك بطرق مختلفة، فأي واحد ممكن يستخدم هاي الواجهة وكل سهولة يدخل الأرقام، يعرف وين يكبس، بيعرف وين تطلع النتائج. أوكي، فهذا مثال على شيء اسمه جرافيكال يوزر انترفيس أو موضوع الفيجواليزيشن. تمام، طيب هلا مثلا بالنسبة للغات برمجة تانية يعتبر سلو، بطيء. اوكي، لانه يعني هو هاي ليفل لانجوج، تمام، هو هاي ليفل لانجوج، فبده يتحول وبصير الاكسكيوشن، فهو سلو. بس في ادفانتجز ثانيه، مثل انه كتابتنا للبرامج بتكون شورتر. ليش شورتر؟ لانه زي ما حكينا في البدايه الماتلاب في كتير هاي ليفل فانكشنز. اوكي، وفي البدايه انا حكيت انه الماتلاب بيتعامل مع كل شيء كفيكتورز وماتريسيز. هذا الشيء راح احكي لكم لقدام انه كثير بسهل عليك برمجه الاشياء. يعني مثلا في كثير اشياء تقدر بدل ما تكتبها باف ستيتمنتس وفور لوبس وايل لوبس وتاخذ منك مثلا ست سبع اسطر، تقدر بامر واحد في الماتلاب تحل هاي المشكله. انت ككتابه برنامج صار اقصر البرنامج، تمام، كتتبع ديباكينج للبرنامج صار اسهل. تمام، لا ليش؟ لانه الماتلاب بيحتوي على فانكشنز وكوماندز خاصه
بتساعد اكتر ان نوصل للاشياء اللي بدنا اياها بدون ما اضطر اكتب اف ستيتمنت وفور ووايل، يعني بقدر اختصر اكتر في البرنامج. اوكي، ومن الميزات الثانيه انه اوتوماتيك ميموري مانجمنت، يعني انت مش بحاجه تعمل ديكلاريشن للفاريبلز. اذا بتتذكروا في السي بلس بلس كنا اذا بدنا نعرف انتجر والله نحكي انتجر اكس مثلا، اذا تعرف كاركتر كنا نحكي مثلا كار واي. تمام، لا في الماتلاب هذا الشيء بيصير اوتوماتيك. في عندي اوتوماتيك ميموري مانجمنت، انا مش بحاجه اعرف نوع الفاريبل. اوكي، هاي واحدة من الادفانتجز لاستخدام الماتلاب اد بروجرامينج لانجويج. اوكي، من الاشياء كمان اللي في موضوع الفيجواليزيشن انه الماتلاب كثير بدعم وسهل عمليات ايش؟ البلوتينج، الرسم. تقدر بكل بساطة ترسم 2D and 3D curves أو graphics. اوكي؟ بكل سهولة بتقدر ترسم، تقدر تتحكم بالشكل النهائي للرسمة، تغير الألوان، تحط ليجندز، تتحكم بحجم الخطوط في هاي الرسمة، ترسم كيرفز معقدة، ترسم 3D كيرفز، كل هاي الأشياء بيخدمها الماتلاب وبيدعمها، بكل سهولة بتقدر تتعامل مع موضوع البلوكينج في الماتلاب. اوكي؟ تمام. طيب من الاشياء اللي راح نشوفها بالماده وراح تتعاملوا معها كثير سواء في المواد الثانيه الكنترول باور الكترونكس الموديلنج اللي هي سيستم داينامكس وحتى كمان في مشاريع تخرجكم راح نتعامل مع شيء اسمه سيميولينج. شيء اسمه سيميولينج. تمام، من وين جاي التسميه؟ جاي من سيميوليشن. اللي هي المحاكاة. تمام، بالعربي محاكاة. يعني بعتذر على الخط لأنه التحكم بالماوس مش سهل في الكتابة، فجاية من simulation. تمام، طيب simulating هو جزء من الماتلاب. هو عبارة عن مجموعة تول بوكسز أو مجموعة لايبرز كلهم عبارة عن تكنيكال زي ما حكينا متخصصين في مجالات معينة. مثلا داخل السيميولينج في عندي سيجنال بروسيسنج تول بوكس، ايمج بروسيسنج تول بوكس، كوميونيكيشن تول بوكس، كنترول تول بوكس، اير سبيس تول بوكس، بيولوجي تول بوكس، ام سكيب تول بوكس. كلهم بيحتووا هون، ما بنتعامل مع كوماندز، ما بنتعامل مع فانكشنز، بتعامل مع بلوكات بلوكس. تمام، بتعامل مع بلوكس. كل بلوك له فانكشن معين، له وظيفه معينه. تمام، كل بلوك له وظيفه معينه، بحيث انا بيكون في عندي سيستم معين بدي اعمل له موديلنج، سيستم معين بدي ابنيه، بدي اعمل له محاكاه، بدي اعمل له سيميوليشن. اوكي، بروح على التول بوكس اللي انا محتاجها. يعني بدي اعمل مثلا موديل لنظام اتصالات او نظام ميكانيكي، بروح داخل السيم سكيب اختار اللايبرري اللي لها علاقه بالميكانكس. تمام، راح الاقي جواتها بلوكات، كل بلوك تسميته بتدل على الفانكشن الخاص فيه. هلا اي سيستم في الدنيا شو هو السيستم؟ السيستم عباره عن، يعني لما نحكي سيستم عباره عن مجموعه كومبوننتس. اوكي، هاي الكومبوننتس مربطه مع بعض بتتفاعل مع بعض بحيث انها بالاخير تنتج الفانكشن او تعمل الفانكشن اللي مصممة عشان. اوكي، بالسيميولينك تعاملنا بيكون مع بلوكس، كل بلوك له فانكشن معين. فانا لما اجي ابني هذا السيستم بحط مجموعه البلوكات هاي وبوصل بينها بحيث انه تعطي الفانكشن اللي مصمم عشان.
تعطي الفانكشن اللي مصممه عشان. شوف هيك بيكون شكل السيميوليت، لاحظ كله عباره عن بلوكات، وهون كله عباره عن لايبرز تكنيكال، لايبرز تكنيكال تول بوكسز. تمام، كل بلوك من هاي البلوكات او كل تول بوكس بتحتوي على مجموعه كبيره من البلوكات، كل بلوك له فانكشن، بحيث انك بتربط هاي البلوكات مع بعض كانك بترسم. اوكي، وبالاخير تعمل له رن، فبصير تتفاعل هاي البلوكات مع بعضها، تصير تشتغل مع بعضها بحيث انه تعطيك برودكت نهائي، تعطيك ريزلت نهائيه انت بتدور عليها، انت بدك تشوفها وتتعامل معها. تمام، شوفوا كيف نبني داخل السيميولينك. شوفوا تعاملي كله مع ده، مع ايش تعاملي كله مع بلوكات، تعاملي كله مع بلوكات. اذا هاي كتير ادفانتج لاستخدام الماتلاب، وهذا الشيء مش موجود باي لغه ثانيه، نادر السوفت ويرز اللي فيهم موضوع السيميوليشن، ونادر السوفت ويرز اللي المتخصصه كمان بهذا العمق في موضوع السيميوليشن، بتخدم كثير الانجنييرنج بروسيس اللي حكينا سميناها تكنيكال. اوكي، اذا داخل هذا السيميوليشن شو بنعمل احنا؟ بنعمل موديلنج، نعمل اناليسيس اند محاكاه سيميوليشن لكثير سيستمز، من ضمنها احنا كميكاترونكس دايناميكال سيستمز اللي هي لها علاقه كثير في الكنترول سيستمز اللي الشيء الاساسي في التخصص اللي بندرسه. اوكي، شو معنى موديل؟ موديل انه انا هذا السيستم ببنيه من خلال ايش؟ بسميه الموديل. الموديل اللي هو هذا السيستم انا بدي ابني، لازم مثلا اوصل هذا البلوك مع هذا البلوك، هذا البلوك لازم يعطي انبوت لهون، وهذا باخذ انبوت خارجي بعدين اعطيهم لها البلوك اللي هون. اوكي، هذا بسميه الموديل تبع السيستم اللي عندي، وهو عبارة عن محاكاة. ليش بنلجأ له؟ لأنه مرات أنا بدي أدرس سيستم معين قبل ما أبنيه على أرض الواقع. أوكي؟ بدي أشوف شو مثلا شو الأوبتيمال كنترولر، شو أحسن فاليو لازم أحطها لهذا الكومبوننت عشان أقدر أبنيه على أرض الواقع. بدي أعمل أناليسيز. بدي أعمل أناليسيز. أوكي؟ فممكن أنا ما عندي القدرة إني أبني هذا السيستم وأجربه. ليش؟ ممكن مثلا ما عندي كادر، ما عندي قدره ماليه اني اجيب هاي اشتريها لهي القطاع وابلش اركب فيها. اوكي، وهذا كله راح يكون كوست، بده يكون بده وقت كثير، وممكن كمان انه والله انا بدي اجرب كل مره بدي اجرب بدي ابدل القطعه، هذا راح يكون كوست ووقت وجهد. تمام، فنلجا لموضوع السيميوليشن، نلجا لموضوع السيميوليشن. انا داخل هذا البيئه، داخل هذا السوفت وير، بدي ابني شيء بنسميه الموديل. الموديل يعني يمثل. اوكي، بدي اعمل شغله معينه داخل هذا السوفت وير تمثل لي السيستم، بحيث انه لما اشغل هذا الشيء اللي انا راح اسميه موديل هسه، زي كاني شغلت السيستم على ارض الواقع. بس شو الميزه؟ انه انا بنيته على داخل البيئه، داخل انفيرمنت معين، داخل سوفت وير على الكمبيوتر، فانا ما دفعت فلوس وما اخذ معي الوقت اللي راح ياخذ وقت التركيب لو انا شريت هذا السيستم، وقدرت بكل سهوله تقدر تعمل اناليسيس، تقدر تغير قيم بسهوله، تقدر تجرب قيم بسهوله عبين ما توصل للاوبتيمال ريزلتس اللي انت بدك اياها. اوكي، فالسيميوليشن كثير شيء مستخدم في الابحاث في الريسيرش. تعاملنا في السيميولين بيكون من خلال ايش؟ بلوكس، خلال بلوكات زي ما حكيت قبل شوي. اوكي، وفي عندي كثير ايش؟ تول بوكسز او لايبرز متخصصه تكنيكال لايبرز. اوكي، اذا موضوع السيميولين من المواضيع المهمه حتتعاملوا فيه بالكنترول، بلاب الكنترول، بالوار الكترونكس، ممكن تبني كثير اشياء ممكن تبنيها باستخدام السيميولين. لها علاقة بالماشينز، بالالكترونكس، هي الالكترونكس، باور الكترونكس، جماعة الكهرباء والميكاترونكس، أشياء ميكانيكال، أشياء خاصة بالروبوتكس، أشياء خاصة بالإيمج بروسيسنج، أشياء خاصة في الكوميونيكيشن، في السيجنال بروسيسنج، كله بسهل عليك. هو زي ما حكينا ما بنكتب كوماندز، بنتعامل مع بلوكس. أوكي؟ طيب، شو في شيء كمان هو بيميز الماتلاب؟ إنه أنت لما تبني هذا الموديل باستخدام السيميولينك، أوكي؟
بتقدر تترجمه او تعمل جنريشن لسي كود، زي كانه هذا الموديل اللي انت رسمته رسم باستخدام البلوكات، تقدر باستخدام الماتلاب سيمولينك انك تحوله لكود عادي مكتوب بلغه السي. طب شو بستفيد؟ احنا كهندسه او كميكانيك بنستعمل كثير مع كنترول سيستمز، تمام؟ وبالتالي ممكن انت هذا الكنترول سيستم اللي انت بنيته باستخدام السيمولينك تحوله لسي كود، بعدين توديه تعمل له ديبلويمنت على ايش؟ على داخل السيستم الحقيقي اللي انت بتستخدمه، زي الاردوينو مثلا، البيت مايكرو كنترولرز، الراسبيري باي، هذول عبارة عن كنترولرز هاردويرز، تمام؟ فانت تقدر تترجم الموديل اللي انت بنيته داخل السيميولينك باستخدام هاي البلوكات، تحوله لكود، تعمل جنريشن لهذا الكود مكتوب بلغة سي، بتعمل له ديبلويمنت، بتعمل له انستوليشن، يعني بتنزله على داخل الكنترول سيستم الواقعي اللي انت تبنيه. اوكي؟ لاحظ ارتبط الماتلاب هون بايش؟ بالهاردوير، بالسيستمز الحقيقية. اوكي؟ تمام. طيب خليني افرجيكم الناس كيف تستخدم الماتلاب، من خلال ايش؟ من خلال نحضر هذا الفيديو مع بعض، فيديو من شركة ماثوركس، في شرح بفرجينا كيف الناس هاي او كيف الناس حوالين العالم بيستخدموا الماتلاب بطرق مختلفة. اوكي؟ MATLAB Home provides the same power of MATLAB that is available to engineers and scientists for your personal use. Whether you're a hobbyist or a lifelong learner, with MATLAB Home, you can not only have more fun with your projects, but also make them easier. MATLAB Home includes MATLAB and provides the flexibility to choose from more than 50 domain-specific add-ons, including Simulink. There are numerous applications for MATLAB Home. I'm a hobbyist. I use MATLAB to create 3D prints based off of equations and data. One of my recent fun projects was to use MATLAB's built-in functions to create a surface plot and then generate an STL file in order to create the 3D print of the L-shaped membrane, which is MathWorks' logo. MATLAB makes it easy to generate an STL file for the surface plot. With built-in functions in MATLAB, you can create a triangular mesh on the surface plot, add thickness to it, and convert it into an STL file. You can 3D print this file at your nearest makerspace. I built an intruder detection system using MATLAB, image processing toolbox, and a webcam. Using webcams and MATLAB, you can capture and process live images and video. The intruder detection system shows a reference image on the left, an empty room before anyone has entered it. I set up a loop, and with every iteration, a new snapshot is taken and compared with the reference image to detect any changes. If no intruder is present, the new image and the reference image are the same and the difference threshold is blank. However, with the presence of an intruder, the images are compared and the differences are highlighted in the red on the screen on the right. In this case, you can find out if someone borrows anything without asking. Hi, I'm a hardware enthusiast. With MATLAB Home, you can easily connect to hardware. You can run algorithms developed in Simulink autonomously on low-cost target hardware like Arduino, Lego Mindstorms, and Raspberry Pi. This means you can design algorithms for projects like control systems, robotics, audio processing, and computer vision, and run them directly on hardware. I use Simulink to autonomously control a Lego Mindstorm robot and make it follow a predefined path. So, if you want to apply the power of MATLAB to your hobbies and projects, get started with MATLAB Home today. طيب شباب، شفنا كيف مجموعة ابلكيشنز كيف الناس تستخدم الماتلاب. شفنا في المثال الأول شخص بيحكي إنه هو هاوي وبيحب يستخدم الماتلاب عشان يعمل جنريشن لبلوتس. اوكي؟ يعملهم 3D بلوتنج مثلا. الابلكيشن الثانيه شفنا ناس تستخدم ماتلاب في موضوع الايمج بروسيسنج، معالجه الصور، ناخذ فيديوز وناخذ صور وبنعالجها. شو يعني بنعالج الصور؟ يعني ناخذ فيتشرز معينه من الصور
بناخد ألوان معينة، نعرف أوبجكت معين وين موجود، فبنعالج هاي الصور أو الفيديوز. وكتير إلها استخدامات، كتير إلها أبليكيشنز موضوع الإيمج بروسيسنج. أوكي، الأبليكيشن الثالث كان له علاقة أكثر في الميكاترونكس، اللي هو إن استخدام السيميلينك زي ما حكيت أنا قبل، إنه تقدر تبني مودلز زي ما شفتم عبارة عن بلوكات، وتقدر تحولها لكودز وتحولها لداخل كنترول سيستم زي ما شفتوا كيف تحكموا بالروبوت بخلال إنهم كتبوا الموديل تبع التحكم على السيميولينك، بعدين حملوه على ايش؟ على الكنترولر الواقع، على الكنترول سيستم الواقع. اوكي تمام. طبعا هذا الليفل ادفانس ليفل، يعني احنا ما راح نوصل له في الماده. احنا الماده اسمها انتروداكشن تو ماتلاب، بدنا نحط العتبه الاولى لاستخدام كل ماتلاب. هون مهمنا في الماده تعرفوا كيف تستخدموا ماتلاب كبروجرامينج لانجوج، كيف تستخدموا ماتلاب ككمبيوتيشنز كحسابات، استخدامه في الماتريسيز، استخدامه في حل المعادلات، كتابة برامج، مقدمة في السيمولينك، مقدمة في الجرافيكال يوزر انترفيس، عشان لقدام انت تطور حالك وتوصل لهذا الليفل اللي هو الادفانس ليفل. تمام؟ طيب هون بحكي لنا امثلة على استخدام ماتلاب في ميكاترونكس سيستمز. اوكي؟ ناخذ مثال مثلا اللي هون. Demonstration, we will see how to use Simscape to model electromechanical actuator. The model we wish to build consists of a DC motor that drives a lead screw via a worm gear. The lead screw extends and contracts. The DC motor is controlled by a motor servo amplifier. We need to determine the required size of the actuators in our system. We will use Simscape to do it. This is a portion of the model that we will build, where you can see an abstract model of the drive circuit, the motor, and a portion of the mechanical system. We will connect this to a three-dimensional mechanical model in Simscape Multibody to see if our actuator design is strong enough to raise and lower the aileron. I'll now switch over to the model so you can see how this is done. To start, we use the command ssc_new to open up a new Simulink model with the settings recommended for Simscape Model. تمام، شفنا كيف الابلكيشن عم يستخدم الماتلاب سيميولينك تمام عشان يبني ايش؟ الكتروميكانيكال سيستم اللي هو عباره عن دي سي موتور ومواليد سكرو. يعني استخدم السيميولينك عشان يعمل موديل، تمام، عشان يعمل موديل زي كانه هذا السيستم اللي هو رسمه اللي فيه موتور وسكرو مش موجود، بس انا بقدر ابني على ارض الواقع، اعمل له كنترول، اشوف البارامترز تبعته، اشوف تاثير قيمه معينه، عمل له كنترول. يعني ببساطة عشان ما ندخل بتفاصيل، انتوا لسه يعني بداية التخصص. تمام، ف الماتلاب زي ما شفتوا كتير واسع، كتير فيه تول بوكسز متخصصة، وشفتوا كيف له علاقة كتير كبيرة في الهندسة. كان هو تكنيكال لانجوج، تكنيكال كومبيوتيشن لانجوج. اوكي، انا بتمنى الكل يكون فهم شو الماتلاب وليش الماتلاب. ضروري جدا شباب تنزل الماتلاب عندك، ضروري جدا كل اسبوع تدرس المحاضره اللي عم بنزلها، تتمكن اكثر من الماتلاب. وكثير مهم انك تتمكن من البرنامج بالماده، من اساسيات البرنامج في الماده، عشان لقدام كثير راح تستخدمه في مواد تخصص، كثير احتمال انك تستخدمه في مشروع التخرج تبعك. وإذا كملت دراسات عليا ما تلاقي شيء أساسي في دراسة الماجستير والدكتوراه، إنه كله عبارة عن أبحاث. المتلاب زي ما شفتوا كتير في أشياء بتساعد في هذا الموضوع. تمام؟ فضروري تتمكن من أساسيات البرنامج. وأنا بالنسبة لي إن شاء الله ما راح أقصر بشرح البرنامج بأي فيديو بنزله. أوكي؟ يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشوفكم بالتسجيل الجاي إن شاء الله.